سائل يقول: ما رأيكم في الإمساك قبل أذان الفجر الثاني بعشرة دقائق؟ والجواب على ذلك أن الإمساك قبل أذان الفجر الثاني بعشرة دقائق لم يثبت شرعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، فإن الله تبارك وتعالى جعل طلوع الفجر هو نهاية الأكل والشرب، كما قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا أذن المؤذن الثاني أمسك الصائم عن الطعام والشراب.